الشخصية الخامسة من شخصيات الباتل باس للسيزون 4 اللي هي اللي حتكون معنا شخصية دكتور دوم او دكتور دومز مثل ما بيقولوا عليه. هاي الشخصية ان شاء الله وهذا اللي سكل رح يفتح لك بليفل 67، وبعد منه رح يجيك كتاب تاني بليفل 74 اللي هي تفتح الرأسة اللي ظاهرة امامكم. صراحة رأسته خرافية كتير دكتور دوم، زي لما تجيب الفيكتور رويال وتعملها تحس حالك عملت انجاز فظيع، خاصة مع النغمة تبعها. انا اليوم ان شاء الله رح اشرح لك 3 تحديات الخاصين بدكتور دوم، كيف تاخذ هالرقصه الخاصه بالسكين تبع دكتور دومز. فلا والله بسكان الطابله الارضيه وفيديو جديد. قبل ما بلش المقطع تبعي ونحكي عن تحديات دكتور دومز كاملين ونحكي عن سكين دكتور دومز، بتمنى اذا انت اول مره عند تشاهد فيديو على القناه يا ريت تشترك، تفعل زر الجرس، تحط لايك، تدعموني بكود لايتم شوب من متسع لو حبيت المحتوى. وحملتنا نوصل ل 20,000 مشترك قبل نهايه السنه لسه شغاله، يا ريت تساعدني فيها بالاشتراك بالقناه. يا شباب بالنسبة لشخصية دكتور دومز او الشخصية الخامسة معنا من شخصيات مارفل لسيزون 4 يلي هي لح تكون من نصيب دكتور دومز اللي هي الشخصية الخامسة. انا الصراحة لح احاول اختصر لك قدر المستطاع بهذا الفيديو بالنسبة للتحديات. لح اشرح لك اول شيء بالنسبة بس هيك شغلة بسيطة لدكتور دومز. دكتور دومز بتاخد البيكاكس تبعه بليفل 64 وبعد منه بيفتح معك السكن بليفل 67. بعد ما يفتح معك السكن ل 67 مثل ما تعودنا بالشخصيات الماضية، لكل سكن له حركة معينة او له ميزة معينة. دكتور دومز له حركة معينة انك انت لما تجيب هيك الفيكتور رويال بتحس حالك عملت انجاز ضخم جدا، هو بيكون يعني شيء حلو انك انت تجيب فيكتور رويال وبتاخذ هاي الرقصة او بترقص هاي الرقصة بشكل عام. لما تكون مرتدي فقط سكن دكتور دومز بتظهر امامك هيك وبيطلع كرسي وبيقعد وبتطلع لك نغمة حلوة، الصراحة كثير حلوة هاي الرقصة. يا شباب بالنسبة لهي الرقصة كيف تفتحها؟ بمجرد ما توصل ليفل 67 بيعطوك السكين، بعد منها بليفل 74 بيعطوك الكتاب تبع هاي الرقصة. إذا بدك تفتح هذا الكتاب تبع الرقصة في 3 تحديات موجودة على الشمال لازم تخلصه. أنا حشرح لك الثلاث تحديات الموجودين على الشمال ولازم التحديات كلياتها تكون تعملها بالسكن اللي هو الخاص بتبع التحديات. يعني هي رقصة دكتور دومز لازم تعمل التحديات كلياتها بسكن دكتور دومز. أنا رح أقول لك الطرق السهلة جدا بالنسبة لتحديات دكتور دومز، لأنه في تحدي بيطلب منك إنك أنت تجيب وقت الفيكتور رويال تعمل شغلة، فرح أعطيك شغلة بسيطة جدا. خلينا ننتقل بالنسبة للتحدي الأول للدكتور، خلينا نقول له دكتور لأنه اسمه طويل وسئيل. التحدي الأول بالنسبة لهذا الدكتور يا شباب، أول تحدي بيطلب منك إنك أنت تروح ترقص عن تمثال دكتور دومز بمنطقة بيزن سابقا وهي الجديدة باسم منطقة دومز تقريبا، ما بعرف بس ظاهرة أمامكم على الخريطة. بهالمنطقة بتلاقي بالنص في تمثال كبير لهالشخصية نفسها تبع الدكتور دومز، بتروح لهنيك بنفس السكين بتروح على هذا التمثال وبتخلص هذا التحدي. هذا هو المكان بالضبط يا شباب، وأنا رح أتركك مع فيديو صغير بورجيك كيف تساوي التحدي وبرجع لكم. مثل ما شفتوا التحدي الاول سهل جدا، بتروح بترقص هنيك وبتروح عند التمثال تبعه يعني وتخلص التحدي. بالنسبة للتحدي الثاني لرقصة دكتور دومز، كل عليك انك انت ترتدي سكن دكتور دومز اول شغلة، وتاني شغلة تروح تزور العرش تبع دكتور دومز. العرش يا شباب موجود بمنطقة الجبل اللي ظاهرة امامكم، كل عليك انك انت تروح على هذيك المنطقة مرتدي سكن دكتور دومز وتروح عند منطقة اللي فيها شجر وشوية احجار. انا كل هذا عم اوضح لك اياه بالصور، الموضوع بسيط جدا، تاخذ السكين ترديد السكين طبعا وبتروح على هذيك المنطقه بتخلص هذا التحدي. انا هلا حتركك مع مقطع صغير بورجيك كيف تساوي هذا التحدي بالضبط وبرجع لكم. هيك لحنا خلصنا التحدي الاول والثاني، التحدي الثالث هو اللي حيفتح لنا يا شباب هاي الرقصة. التحدي الثالث سهل جدا وبسيط، لو انت مالك برو كتير باللعب بيطلب منك انك انت ترقص بسكين دكتور دومز لما تجيب فيكتور رويال او انتصار ملكي بما معنى. يا شباب لو انت ما كنت برو جدا بهاللعبة وما حتعرف تجيب مثلا جيم سولو او سكواد او دو، انا رح اقول لك الحل بسيط جدا.
كل عليك انك انت بتنزل تيم رامبل وما بتعمل اي شيء، بتستنى فريقك ليربح. مجرد ما يربح وتطلع له علامه الفيكتوري رويال او الانتصار الملكي، بتفتح هيك تبع الرأس. اول ما تطلع بتفتح تبعات الرأس او زر الاموت اللي بيظهر لك الرأسات، بتلاقي رأسة دكتور دوم ظهرت عندك، بتكبس عليها بتاخد الرأسة. بس الموضوع كتير بسيط، انا هلا حتركك مع مقطع جزء من الثواني بيورجيك كيف تساوي هذا الشيء، ومجرد ما انك انت تاخد الفيكتوري رويال بيصير معك هذا التحدي. شفتوا شلون يا شباب؟ مجرد ما تقطع الفيكتوري رويال او الانتصار الملكي، هيك انت وضعك بالتمام. بتعمل السكين او بتعمل الرأسة تبع هذا السكين، بتلاقيها ظهرت عندك وفتح القفل تبعها ووضعك تمام وبالسليم. بتمنى يكون فتكم بتحديات دكتور دومز. ان شاء الله هلا صفينا عن تحديات ميستيك الى تحديات هي خاصة فيها 3 تحديات لحتى تفتح الرأسة تبعها اللي هي بتخليك تحول سكنك لاي سكين بدك اياه بعد ما تقتله. وبسوى عنا ايرون مان، وهيك احنا بنكون شرحنا تحديات الستايلات تبع السكنات كلياتها بشكل عام. صفينا عنا بقى ايرون مان وميستيك. بتمنى يكون فتكم بعض المعلومات. لو حابب تشوف تحديات تانية عندي على القناة وعجبك الشرح، يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس ليوصلك التحديات الجاية ان شاء الله. شكرا لكم يا شباب على الدعم. كود دعم بالاتم شوب لي 9 وبرعاية الله.